هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم، عدنا لكم من جديد، والله يصبحكم بالخير كمان مرة. مستمرين معاكم ببرنامج جوك، معي أنا أسامة الجيتاوي. تحياتنا لكم جميعا، وأسعد الله صباحكم عن جديد. أكيد مشاهدينا الأعزاء، مع كورونا والظروف اللي فرضتها علينا هاي الجائحة، عدد كبير من الناس للأسف خسر عمله، مش عم بيلاقي شغل ثاني، وبالرغم من انه العمل الحر او الفريلانس عمل مش مضمون وما بضمن لك دائما حقوقك، ولكن الناس حاليا عم تتجه له، والاشخاص صاروا مضطرين عليه وصاروا يلاقوه بنقدر نحكي او اذا صح التعبير نسميها طوق النجاة. فبغض النظر عن كل شيء، بس الواحد صار مضطر فينا يخلق فرص، يدور على اي عمل حر او اي طريقه يشتغل فيها فريلانس عشان يجيب الاكسترا ماني او الدخل الاضافي. طبعا يعني في ناس بلشت بموضوع الفريلانس بالاشياء اللي بتحبها واللي بتبدع فيها، في ناس ممكن لسه تكون متخوفه من الموضوع. عشان نحكي اكثر بموضوع العمل الحر والفريلانس وهي التحديات اللي فرضتها علينا جائحه كورونا، معنا الان على الهواء المستشار الاداري والمدرب الاستاذ اشرف الحموري، يحكي لنا اكثر كيف ممكن نبلش في العمل الحر، كيف نقدر نتغلب على المشاكل. أستاذ أشرف، الله يسعد صباحك دكتور، كيف حالك؟ أهلين، هلا بيك أسامة، كيفك؟ الله يسعدك، تمام الحمد لله رب العالمين. ما يعني قابلنا قبل هيك، بس أنا بسمعك دائما على الراديو ما شاء الله عليك. الله يسعدك، تسلم لك، تسلم لك، بحكة مميزة. تسلم الله يسعد صباحك ويسلم يعني، وشكرا على هالكلام الرائع. والله أنا بس تحية دكتور. الله يخليك يا رب. سيدي، بدنا نحكي يعني بشكل سريع عن موضوع الفريلانس، عن موضوع الناس اللي جزء كبير من الناس فقد أعماله، جزء كبير من الناس عم بتتجه للعمل الحر. نحكي عن أكثر عن هذا الموضوع، نعرف الناس أكثر على موضوع الفريلانس. تفضل. هلا الفريلانس هي شغلة يعني مش جديدة، هي شغلة قديمة. فريلانس إنه واحد بده يشتغل عمل حر، يعني بمعنى آخر إنه بده يكون بيشتغل لحسابه. هلا هاي الشغلة توجه عالمي، مش إنه إشي جديد والله صار عنا. اللي زاد إنه بفترة الكورونا صار يعني ضغط كتير، أو صار في توجه كتير لهذا الشيء، لأنه زي ما أنت حكيت تغير العالم، بطل في وظائف زي أول، الناس بتقرر إنه تلاقي دخل بأي طريقة. فهذا توجه جديد، بس مش عاطل، بالعكس هو كتير جيد. حتى قبل الكورونا كان في موجود الفريلانس، وجزء كبير من العالم بيشتغلوا بهاي الطريقة. طبعا يعني زي أي شيء تاني، له ميزات وله عيوب. يعني لما نيجي نحكي مثلا على الميزات تبعته، انه انا والله وقتي انا حر فيه، بقدر اتحكم بوقتي، اذا مشغول عندي شغلات تانية بدي اسويها بقدر اسويها، مش مرتبط بالشغل. هلا الفريلانس انا ما بداوم، انا بشتغل خلينا نقول بالقطعه او حسب شو الحاجه اللي موجوده عند الشركات، بس انا مش موظف، ما بكون موظف عند الشركه. صحيح، ممكن استغل وقتي، وخصوصا بالنسبه مثلا للامهات اللي عندهم اطفال بدهم يشتغلوا من البيت، الناس اللي ساكنين مثلا مناطق بعيده شويه، وهي فرصه كثير لنا هون بالاردن بالنسبه لسكان محافظات. اذا ما في مثلا شغل كثير متوفر بالمحافظات وفي شغل بعمان، انا بقدر اشتغل فريلانس، مش ضروري اجي اسكن بعمان مثلا اني عشان اتوظف، بقدر اشتغل لو كانت منطقه السكن تبعتي بعيده. في كتير ناس بيعتبروها كدخل إضافي، بتلاقيه هو لسه شغال بشركة ولكن عم بيشغل فريلانسر بعد الدوام، أوكي، لحسابه الشخصي، فهاي برضو دخل إضافي. الطلاب، فئات الطلاب، كتير من الطلاب برضو بفيدهم كتير هذا الحكي، لأنه هو مرتبط بدراسة، فبده دخل يمشيه خلال فترة الدراسة. إله كتير ميزات. هلا بنفس الوقت إله عيوب زي ما أنت حكيت برضو، اللي هي موضوع ما في استقرار. يعني انه انا والله مش ضامن امتى رح يجيني شغل، ومش ضامن كيف الدخل رح يكون، مش عارف والله اخر الشهر رح اقبض مش رح اقبض، بقبض حسب شغلي. فهاي يعني هاي من اسوأ العيوب اللي فيه، اللي هي عدم استقرار. بالاضافه انه مثلا
ما في تأمين صحي إذا أنا بشتغل بالشركة، ما في ضمان اجتماعي، ما في مثلا إجازة مرضية، إذا لا سمح الله الواحد مرض خلص هو بده يتحمل هذا من وقته الخاص، ما بيقدر ياخذ إجازة يقول أنا والله ما بدي أشتغل. وشغلة كمان من العيوب اللي في هاي الشغلة اللي هي موضوع إنه اللي بيشتغل فريلانس في العادة كثير مرات إذا بيشتغل من البيت ما بيختلط كثير من الناس، يعني مع كثير من الناس، وهاي مشكلة العصر هلا إنه ال working remotely أو العمل عن بعد هذا نفسياً بيأثر، لأنه الناس بتحب تروح تختلط بالعالم، تروح على الشركة تشوف الموظفين تشوف كذا، لما بيشتغل من البيت الفترة اللي فاتت السنة اللي فاتت لما وقت الكورونا وقت الحظر لما كنا قاعدين في البيوت أصعب إشي كان الواحد إنه مش عم بيختلط بالناس، هاي كانت شغلة كتير مهمة. فبرضو هاي واحدة من العيوب. المشكلة في الأردن هون إنه ما في عنا مواقع كويسة للفريلانس. هلا في مواقع عالمية زي freelancer.com زي upwork.com، هدول مواقع عالمية للناس اللي بيشتغلوا فريلانسر، بحطوا البروفايل تبعهم وبيجيهم شغل، ولكن هون بالأردن ما في عنا فعليا مواقع كويسة. هلا المواقع هاي العالمية اللي حكيت لك عنها هي لكل العالم، هلا ممكن واحد يدخل يشوف من الأردن بس ما في تركيز، يعني ما مش كتير فيها استفادة بالنسبة لنا. وبنفس الوقت واحدة من العيوب اللي هي المنافسة عالمية، أنا بتحكي على freelancer.com، أنا عم بتنافس مع واحد من الهند وواحد من باكستان وواحد مش عارف مين وواحد كذا، الدخل بيختلف، صحيح بتختلف، فالمنافسة بدها تكون كتير شديدة. ولكن مع هذا هو حاليا كتير شغلة كويسة الواحد لازم يركز عليها من حيث أنه يطلع دخل إضافي. ممتاز سيدي، بس السؤال هون يعني أنا مثلاً خلينا نحكي كشخص حاب أدور على إكسترا ماني على الدخل الإضافي، شو شروط العمل، يعني شو مش شروط العمل الحر، وين ممكن ألاقي حالي، شو ممكن تكون أنواع العمل الحر؟ ممكن ألاقي حالي والله بإشي أنا ببدع فيه، ممكن ألاقي حالي بإشي بجبر حالي إني أتعلم وأشتغل فيه، إيش مجالات الفريلانس؟ ممكن الأغلب دكتور عم بتجه للأونلاين بزنسز، عم بتجه للشغل على الأونلاين، ناس بتزبط معاهم وناس الغالبية العظمى للأسف ما بتزبط معاهم، صار أي واحد يقول لك والله بدي أطلع فلوس يلا بروح بفتح مثلا صفحة على الفيسبوك وبشتغل عليها هيك بعتبرها فريلانس. إيش مجالات الفريلانس اللي ممكن الواحد يدخل فيها أكثر؟ هلا فعليا اي حدا، يعني اي شغله ما بتتطلب وجودك بصفه دائمه في بالشركه كويس، هاي بتقدر تشتغلها فريلانس، يعني سواء عندك مهنه عندك حرفه عندك شيء تضيفه، بس مش ضروري تكون متواجد جسديا بالشركه طوال الوقت كموظف بوقت بفول تايم، فانت بتقدر تشتغل فريلانس. العدد غير محدود، مثلا واحد بيشتغل تصميم جرافيكي، الترجمة اذا واحد بده يترجم، تصميم مواقع الكترونيه، الفيديو اديتنج يعمل مونتاج للفيديو، استشارات اداريه زي ما انا بعمل، التدريب، حسابات السوشيال ميديا، ممكن ناس انا اروح امسك حسابات السوشيال ميديا لشركه وانا اللي اتابع الحسابات تبعتها. فمجالات العمل بالفريلانس مش محدودة، يعني كتير واسعة وفيها مجال كبير، هي بس موضوع انه انا بدي اشتغل شغلة بدي اكون يعني عندي المعرفة والقدرة فيها، مش انه والله انا بدي اطب طب على الشغلة وخلص متوقع انه اشتغل. زي ما انت حكيت واحد بروح بفتح حساب على الاكاونت وقول لك خلص انا بدي اشتغل، بدي أكون أنا متمكن منها، في شروط تانية لازم أكون لما أنا بدي أتمكن، سواء بدي أشتغلها فريلانس أو أشتغلها بشركة لازم أكون متمكن من الشغلة، يعني الموضوع مشابه تماما يعني. صحيح 100%، بس أنا كمان بحكي شغلة إنه حلو الواحد كمان يتعلم. برأيك إيش ممكن أنا كشخص مثلا ما عندي الأشياء اللي ممكن أنا أتعلمها، إيش ممكن أنا أتعلم؟ هل ممكن في دورات معينة الواحد يأخذها عشان يبلش يعرض خدماته على الناس او يبلش يلاقي فرص انه يشتغل عمل حر بعيدا عن الشركه اللي ملتزم فيها، او مثلا ممكن يكون نعرف احنا الظروف اللي احنا فيها ممكن يكون قاعد عن الشغل،
فايش ممكن الواحد يطور حاله؟ ايش حاليا في مجالات يعني مثلا بدنا ناخذ 3-4 مجالات استاذ اشرف لننصح الناس انهم يتعلموها اكثر او يقووا حالهم فيها اكثر، ممكن تكون مطلوبه بالنسبه للشركات وبالنسبه للناس. انا هاي فعليا هاي يعني هاي نصيحتي لكل الشباب، انه موضوع التعلم والتطوير هذا إشي ما بتوقف. اذا انا والله بدي اشتغل فريلانس بدي اضيف قيمه، اذا انا بفهم بالشغله الشركات بتاخذ مني الشغل، ما بفهم بالشغله الشركات ما راح تاخذ مني الشغل. هلا كيف انا بدي اسير بدي افهم بالشغل، سواء عندي خبره سابقه او ما عندي خبره بدي اتعلم، فمعناته بدي اخذ دورات. حاليا ما في اي عذر لاي واحد انه ما يطور نفسه. ليش؟ لانه صار موضوع التعلم وانك تطور حالك موجوده على الانترنت بكل مكان وبكل سهوله وباسعار جدا رخيصة لأي واحد بيقدر إنه يتحملها. يعني حاليا تاخد إيش ما بدك دورات، في دورات تاخدها ودورات يعني دسمة، مش إنه تقول والله دورات خفيفة، دورات دسمة ب 12 دولار وب 15 دولار. فمثلا يعني أعطيك مثال، في دورة ذاك اليوم شفتها وبلشت أخدها بصراحة، اللي هي الفيديو أديتينج أو منتجة الفيديو. الدورة كانت مش عارف 100 وشوية بيعملوا عليها أوفر، صارت ب 12 دولار ودورة كتير دسمة. هلأ لما بتحكي أنا بدي أستثمر 12 دولار كمبلغ وأستثمر شوية وقت من عندي وأتعلم هاي الشغلة، بكل بساطة أنا بصير قادر أشتغل للشركات أعملهم منتج للفيديو. يعني خلينا نقول مثلا يعني إنه والله بدي أعمل لك، عملت أنت فيديو بدي أعمل لك المونتاج لإله، بدي أخذ عليها فرضاً 500 دينار. طب ال 500 دينار هدول مش عاطلين أبداً، يعني طبعاً شغل 6-7 ساعات. واللي بيصير إنه لو أنا والله عفواً لو أنا تسلم لو أنا متمكن الشغل اللي بيأخذني 6-7 ساعات بقدر بعدين يصير يأخذني ساعتين. طبعاً هاي بس مثال، وخذ على هذا الحكي كتير أمثلة تانية واحد ممكن يتعلمها. كله بيعتمد إنه أنا والله شو عندي موهبة أو شو عندي شغف، أوكي، وبتجه لإله. إذا أنا والله بحب التصميم وما التصميم وكذا، خد لك دورات تصميم وبلش بيع خدماتك للشركات. والميزة اللي عند الفريلانسر إنه فعلياً بيقدر ينافس. يعني هي الشركة لو أنا بدي أجيب موظف يشتغل معاي دوام كامل، بدي أدفع له راتب كامل، وفي مرات ما راح يكون بستغله. الفريلانسر هو تكلفته قليلة لأنه لا يعني مش عم بيطلع وبروح وبيجي، خلينا نقول مواصلات وغيره، وبنفس الوقت قاعد في البيت ويمكن قاعد عنده شغل تاني كمان، فبيقدر ينافس بالسعر، بيقدر يعطي أسعار كويسة. فببساطة بيقدر يبلش يشتغل مع الشركات، سواء منتج فيديو سواء تصميم سواء إيش ما بيخطر على بالك، حسب الهواية وحسب الشغف. ممتاز. يعني أنا بدي كمان من خلالك نشجع كل الناس أنها تتعلم، نشجع دكتور كل الناس أنها يعني تطور من حالها. حاليا أتوقع صار الوقت أنه نعرف أكثر، صار الوقت أنه نتعلم أكثر، نتوسع أكثر. كل ما الواحد تعلم أشياء أكثر، كل ما صار في قدامه فرص أكثر. مش شرط أنا أتعلم إشي بنفس مجال شغلي، ممكن أتعلم إشي مختلف أنا فعلا قاعد عم بحبه. وزي ما أنت تفضلت أنه الإنترنت ما خلى حج لحدا، بمعنى نقدر نتعلم، نقدر بمبالغ بسيطة. حتى في بعض الجامعات الأمريكية والبريطانية مرات بتطرح دورات فور فري، فيعني شو شكلها والله كورونا سيدي بعيد الشر. لا والله عند البيت انا بروح انا باجي. صح صح صح. لا ممتاز، الله يبعد عنك الشر يا رب. بدي اشكر وجودك معنا دكتور اشرف الحموري، واستفدنا جدا من هذا الحكي، ودعوه للكل انه فعلا يطور حاله ويوسع مداركه اكثر، وان شاء الله لنا لقاءات قادمه مع بعض. الله يسعد صباحك. شكرا، الشرف لي. شكرا يا اهلا وسهلا.